الو الو، انا هاني، يا انسه منيرة. استاذ هاني، ازيك؟ يا ترى ممكن نتقابل النهارده؟ اكيد طبعا، انا تحت امرك. طيب نتعشى سوا؟ خلاص اوكي، نتعشى مع بعض. باي. مالك يا بيت؟ فيك ايه؟ لو يا بوزك كده ليه؟ ما قلتليش هتعملي ايه مع الست شكريه؟ ماني قلتلي؟ ايوه، يعني ايه اللي هيحصل؟ مش هقوله لا، بس يجي اعرفه الاصول ايه، وبعد كده صافيه لعبه. هي ليلى جت هنا؟ لا، بتسال ليه؟ اصل الواد محروس الاهواجي بيقول لي انه شافها وهي رايحه ناحيه الستين. معقوله تيجي من غير ما تقولي؟ من ناحية الستين؟ أنا عرفت هي فين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك على الوالح من روحي. يا ماما سبتيني اجيب الدنيا تلعب بيا. سبتيني مش عارفه انا عايزه ايه. يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني كنت سبتلك حياتي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. محتاجة لك أوي يا ماما، محتاجة تريني في حضنك وأحكي لك اللي جوايا. محدش غيرك هيحس بيا ويفهم اللي جوايا. يا ريتك كنت معايا يا حبيبتي. أني معاك يا ضناي، أني باجيلها كل جمعة وأطلب منها تسامحني وما تزعلش مني، لاني ولا فارس ولا أبوك. تعبانة أوي يا طنط بايرة، تعبانة أوي. أني تعبانة أكتر منك، عارفة ليه؟ بحس إني ميتة عشان نسينا إن ربنا موجود، نسينا إن الحق جهنم على الأرض. بس أنا ما ظلمتش حد. انت ظلمتي نفسك يا ليلى، وده اكبر ظلم. تعبانه قوي، خايفه. ايه اللي بيك يا ضناي؟ ايه اللي بيك يا ليلى؟ قلبي وجعني قوي. اسم الله عليك يا اختي، اسم الله عليك. ايوه، اللي بتخبط فيه ايه؟ انا مش مدي مواعيد لحد. عايزك اغمري. خير؟ عايز ارفع قضية على المعداوي. وانا مالي؟ انتوا عيلة جوا بعض. صاحبك النصاب ده فين؟ جلال؟ جلال. بس ده واد شمال ونص كم. عز الطلب. انا اللي عايزاه بقى يبقى نص كم وشمال. وشمعنى؟ هديله قضية مؤشرة، لو كسبها هيبقى حديث البلد كلها. ايوه بس اشمعنى ده بالذات يعني؟ عشان انا عايزاه يبقى من ايدي دي لايدي دي، يعمل كل اللي في دماغي. خلاص نكلمه نأمره. انا لما اخترته
اخترته عشان ينفذه بس. ايوه بس مش يمكن يخاف؟ لما هيعرف انا عايزاه في ايه مش هيخاف خالص. ماشي. مالك؟ لا ابدا ما ماليش. الله، هي دي اول مره اقعد عندك ولا ايه؟ لا بيبي انا عايزاك تتعود، هقعد عندك كتير قوي الفتره الجايه، اصل انا مطلقه ومطروده ومعيش ولا مليم. صلاه النبي احسن. لزقه. يلا يا ميرفت اتاخرنا. خلاص قربت اخلص بس انا بفكر غير الفستان. نعم، انت عايزه عماد يموتنا؟ مش عارفه حاسه اوفر. لا والله حلو جدا بجد، والله تحفه. طب غير شعري اعمل ويفي النهارده بقى. يلا بقى يا ميرفت. طب استني اجيب الشنطه. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ انتوا عارفين لو انتوا مش في الشقه هنا ما كنتش عرفتكم. طب تعرف ان انا لو مكان الرجاله هعمل ايه؟ انت تعمل ايه؟ هرفع قضايا تعويضات على شركات التجميل وهكسبها في ثانيه. بالعكس بقى، انا كنت انحني. طب يلا يا حبيبي عشان هنتاخر. يلا. اه مش كده؟ اه اتفضل حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. استني انت. انا حاسس ان انا بحلم. يحلم؟ ليه؟ Thank you.
اعرف بقى انت بتقابلني ليه؟ معجب بيكي طبعا. ايوه ايه يعني اللي عاجبك فيا؟ شكلي، جسمي، شخصيتي، ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا منيره؟ لا ما هو انا لازم اعرف دلوقتي انت بتقابلني ليه وعايز مني ايه؟ هو الاعجاب بيبقى له اسباب؟ اه بيبقى ليه اسباب، وانا عايز اعرف الاسباب دلوقتي. طب ايه رايك يا ستي؟ انت بنت حلوه قوي وانا بموت في البنات الحلوه. بس كده؟ زي اي حد. لو ما كنتش بنت حلوه ما كانش زمانك اعجبت بيا. انت تعبانه يا منيره ولا ايه؟ انا عايزه اطلع. تطلعي ليه؟ مش متفقين ان انا عازمك على العشاء النهارده؟ وانا مش عايزه اتعشى معاك يا اخي. الله، انا مش فاهم ايه اللي مغيرك ومركبك العفريت كده من ساعه ما كنا في المكان اللي احنا فيه. مفيش حاجه، مفيش اي حاجه. انا 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 ما ارتحتش في المكان، المكان عصبني. طيب تحبي تطلعي تروحي يعني ولا نعمل ايه؟ ما انا مش فاهم. شفت؟ شفت؟ ما انا شايف اهو. انت اصلا مش عايز تتعشى معايا. انت لو كنت عايز تتعشى معايا كان زمانك اصريت. بس انت اصلا مش عايز. شفت؟ قلت لك شايف. مش فاهم في ايه بالظبط. شفت؟ استنجلينا استنجلينا. يا ليلى اسمعيني، بقول لك اسمعيني. شفت عماد مع ولاء؟ كانوا سهرانين سوا وفرحانين قوي. لا انا مش كدابه، بقول لك انا شايفاهم بعينيا. ونور كان مع ميرفت. نور خطب ميرفت يا ليلى. نور خطب ميرفت وسابني. نور خطب ميرفت وسابني يا ليلى. منير مش هتتعشي؟ ايه ده؟ في ايه بنتي؟ مالك؟ مالك يا منير؟ نور خطب ميرفت يا ماما. خطب ميرفت وسابني. سابك ازاي بس؟ مش هو جه لحد عندك وانت اللي طردتيه وقلت له مش عايزاك؟ لا انا ما قلتش كده. انا ما قلتلوش انا مش عايزاك. انا ما سبتوش يا ماما. هو اللي بعت، هو اللي سابني. انا عمري ما سبت حد، عمري ما سبت حد يا ماما. والله العظيم زي ما بقول. انت متاكده يا منيره؟ كلمي المطعم اسالي يا ليلى. اقول لك كلمي نور نفسه. يعني ايه؟ يعني البت دي بتلف وتدور على عماد وبتلعب من وراكي. عشان كده مبقاش يسال عني، مش هم اخباري، عشان كده بيبعد. ماشي يا عماد، مش لازم تسيبيها، وقفيها عند حدها. البت دي شطانه. عندك حق. انا اول ما شفت اللي شفته قلت لازم اقولك على طول. على فكره انا كنت هصورهم بس قلت بلاش، يعني لحسن يشوفوني وتبقى شغلانه. ميرسي يا حبيبتي، انا ماشيه. العفو يا حبيبتي. على ايه؟ هي دي النقاط اللي هنعتمد عليها في القضية. كويس أوي. عن إذنكم. اتفضلي. خبطتي برضو واحنا ما سمعناش؟ لا يا عماد ما خبطتش. طب ودي أصول؟ يا عماد هو أنت معايا لحد دلوقتي ليه؟ مش فاهم. لا أنت فاهم كويس أنا أقصد إيه. شوفي أنا أحب الحاجات تبقى محددة جدا في الكلام عشان أفهمه صح. طيب أنا عايز أعرف البت دي عايزة منك إيه؟ أي بت؟ ولاء. قصدك الأستاذة ولاء المحامية اللي ماسكة القضية بتاعتك. الأستاذة زفتة ولاء، عايزة منك إيه؟ ولا حاجة. أنت كنت سهران معاها إمبارح؟ إيه ده؟ أنت بتتجسسي عليا؟ لا أنا ما بتجسسش عليك، أنا عايزة أعرف. أنا هقولك أنا ليه معاك لحد دلوقتي؟ لأن أنا وعدتك إن أنا مش هسيبك وهقف جنبك لغاية ما تاخدي حقك.
وانا لما اوعد ما بخلفش. حاجة تانية بقى، ان انتي كنت في يوم من الايام حد قريب مني قوي، وكنت حاسس بحاجة حلوة ناحيتك. كنت؟ اه كنتي. وتاني حاجة؟ تاني حاجة عشان ابنك اللي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده، وانا هدافع عنه سواء انت كنت معايا او مش معايا. يبقى انا اللي سبتك مش كده؟ انت عمرك ما سبتيني، انت ما كنتيش معايا من الاول. انت بتوهم نفسك بحاجات ملهاش اي علاقة بالواقع عشان تعمل اللي انت عايزه بس. انت اللي مش شايفة اللي بتعمليه. لا يا عماد، اللي انا بعمله طبيعي وعادي. خلاص، واللي انا بعمله كمان طبيعي وعادي. عماد، هو انت ليه متغير قوي كده معايا؟ انا ما اتغيرتش، كل حكاية ان انا بقيت اشوف الدنيا بعين تانية خالص. يا عماد انا بحبك. كلمة بقت سهلة قوي، تطلع من لسانك بكل سهولة، مفيش اي صعوبة فيها. بقيت بسمعها منك كل ما تبقى في مشكلة أو تحس إن أنا ممكن أضيع منك أو أبعد. يا ليلى، كلمة الحب فقدت معناها معاكي. أخسر. طب والعدد الأولاني هينزل إمتى؟ ممكن تقولي بعد أسبوع. طمني بس، هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى قنبلة طبعا. أما نشوف. بس بقول لك ايه، تصدق المبنى حلو قوي؟ عملت ايه بقى انت في الموظفين؟ لو تحب تشوف اللي انا اخترتهم ما عنديش مانع. لا مش مهم، بس قول لي يعني اخترتهم بناء على ايه؟ انا جايب اوائل الاقتصاد والعلوم السياسيه واشهر المحللين الاقتصاديين. حلو ده والله، هايل. طب بقول لك ايه، انا عايز اعمل حفله. نعمل حفله؟ لا مش نعمل حفله، انا عايز اعمل حفله طنانه رنانه كده. رنانة رنانة؟ اه طبعا، عايزة مصر كلها تتكلم عليها. هعزم فيها أهم ناس في البلد، رجال أعمال بس، سياسيين نو. مش فاهم. أفهمك، أصل السياسي أما يلاقي الفلوس كلها مرمية في عب واحد هتلاقيه هو اللي بيرفع عليك سماعة التليفون ويقولك ألو حبيب قلبي أنت فين؟ الله، ده شغل كبير بقى. وعايزه كمان شويه فنانين على حبه مهرجين يشعللوا لي الحفله. بس كده انت تأمري. بقول لك ايه، اعزم لي المعداوي كمان. لا 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 استني بقى، عشان كده انا عايز افهم. ما انا هعمل حفله كبيره، مصر كلها هتشوف نجوى وهي بتتصور مع اهم كيانات اقتصاديه في البلد. مش معقول بقى اعمل حفله مهمه زي دي ما يبقاش فيها رجل المال والاعمال المعداوي، ولا ايه يا بنت الايه؟ تصدقي انا مش مصدق ان الدماغ دي تبقى دماغك انت. لا دماغي والمصحف حتى. بص صدق، مطروده ومطلقه وكمان معاش ولا مليم، ده ايه الحظ الاسود والدكر ده؟ طب ما تسيبها. ما ديني سبتها اهو. ايوه يعني اقصد يعني مش هتكون احن عليها من عمها، يعني غورها في 60 داهيه ومشيها طردها. فكرت زي ما انت بتقول كده يا صاحبي، بس قلت يعني يمكن يجي من وراها مصلحه. البت ليها ورث برضه، واللي تمدله ايدك النهارده يمدلك ايده بكره. امال انا اعمل ايه بقى؟ اللي خلصت الباشا من المصيبه ومستني يحن عليا هو مش راضي. غشيم، كان لازم تاخد قبل ما تدي. يا صلاة النبي عليك انت يا جامد، ده انت بطل العالم في النباهة. ها طب انت عارف يا صاحبي مين اللي هيظبط لنا المصلحة دي مية مية وصح الصح واصل الاصلي؟ مين؟ منيرة. البت دي انا بحس انها محتاجة كولكشن حنية على شوية دلع على كلمتين حلوين على كده، هتتفك شفرتها وهتبقى فلة. بس حاسس ان عندها عقدة نفسية. عقدة نفسية حتة واحدة؟ ده ايه يا عم الكلام الجامد ده؟ حتى عارف بقى حبيبك استاذ ورئيس قسم في الحريم دكتور مليومي.
ماشي ماشي يا عم الدكتور، بس ما تنساش بقى ان ليلى ومنيرة انتيخ الانتيخ، صاحبتها يعني عز عزه. خلي بالك ليلى دي اللي هتبقى الجوكر. ما تبحلقليش، اسمع الاول وبعدين بحلق براحتك. ليلى ومنيرة سرهم مع بعض، وإلا ما كانتش ليلى خدت منيرة تشتغل معاها في الشركة بتاعت مختار. يا سلام، طب ما عادي انها تاخدها، ما هي صاحبتها وخايفة عليها وبتحبها. تعبيط يا جدع انت ولا ايه؟ وعاد في ست بتحب ست دلوقتي ولا ست بتحب صاحبتها؟ لا لا ثانية واحدة بقى كده وفهمني واحدة واحدة، عشان انت هتشقلب لي دماغي اكتر ما هي متشقلبة. يا عم من غير ما اشقلبها لك، زي ما قلت لك بالظبط، منيرة دي كوليكشن حنية على عواطف جياشة، هتلاقي الامور مظبوطة بعد كده. بس امبارح حصلت حاجة غريبة قوي. أول ما شافت عماد والبت اللي كانت معاه وشها اتقلب وعايزة تهرب من المكان بأي طريقة، زي ما يكون في حاجة بينهم. حاجة بين مين ومين؟ اللي أنت بتقوله ده يا هاني، هو مش عماد بيحب ليلى؟ طبعًا. هو في حد حب ليلى زي عماد؟ هو في حد عمل كل الحاجات الرومانتيكية لليلى زي عماد؟ أي واحدة مكان ليلى لازم تحب عماد. أهو كده الكلام المعقول. خلي بالك بقى يا صاحبي، أي بنتين منمرين على واحد والاتنين بيحبوه، اعرف إن الاتنين بيكرهوا بعض. ماشي يا عم هاني، مش وقت دلوقتي حكم ومواعظ، أنا عايز أعرف إحنا نستفاد إيه من الليلة دي؟ ليلى هتبقى البص في شركة المعداوي بعد كده. لا لا معلش، دي بقى فلتت منك معلش، أنا بس عايزك تفهمني واحدة واحدة. أفهمك يا عم، ده أنت اللي مش واخد بالك خالص. البت ليلى دي طلعت نمرة كبيرة قوي. عارف يعني ايه تطلب انها تقعد قدام المعداوي في الشغل وما تخافش انه يقتلها وهي قتل ابنه، وكل يوم عايزة تقعد وشها في وشه؟ ده ايه الفجر ده؟ حلو كلامك ده على عيني وعلى راسي، كلامك مية مية. بس افهم الاول، احنا هنستفاد ايه من الحكاية دي؟ لو قلبنا في القديم هنلاقي بلاوي كتير قوي يا صاحبي صدقني. جايز هي حالته مستقرة بقالها فترة، بس أنا من رأيي تاخديه من هنا، هو كل ما يتحسن تحصل له انتكاسة. تشكرا أبي، روحي انتي. ألو، أنا محتاجة لك قوي. أنا بقيت كويس، ما تقلقيش. أنا بقى مش كويس، تعبانة. تعبانة؟ خير إن شاء الله. مش عارفة أقول لك إيه، كفاية اللي اتعمل فيا بقى، كفاية. المعداوي مش كده؟ مش كفاية إن أنا مستحملة ابنه العاجز كل السنين دي؟ مش كفاية اللي عمله فيا وفي أبوكي؟ في أبوكي اللي هو أخوه. الله يرحمه. بجد مش قادر استحمل، قلبي مش قادر يستحمل. اسمعي، أنا لازم اخرج، لازم اخرج من هنا. حاضر حاضر، هعمل كده هعمل كده يا حبيبي. بس هم مش هيسمحوا لي اخرج. مين هم اللي مش هيسمحوا لك؟ الناس اللي هنا، الناس اللي هنا. ايوه يا حبيبي، بس انت خلاص بقيت كويس. المعداوي بيدفع دم قلبه، بيدفع كتير قوي، ها؟ عشان افضل زي ما انا، مش عايز اخرج، عايزني افضل هنا لحد ما اتجنب بجد. طيب انت عايزني اعمل ايه وانا هعمله يا حبيبي؟ لازم اخرج، لازم اخرج يا غاوية، لازم اخرج. حاضر يا خانو، حاضر يا حبيبي، حاضر، اهدى بس، حاضر. بقول لك ايه؟ اسمعي، الدواء ده اسألي بيعمل ايه؟ صفته ايه؟ حاضر حاضر حاضر. بيدوني منه كل يوم، كل يوم بصفة مستمرة، بس ببقى كويس لما ببطله، لما ببطله ببقى كويس. حاضر يا خير، حاضر، هسألك. حاضر حاضر. ايه الأخبار؟ يا رب الأستاذ مازن يكون بخير. الحمد لله، البركة فيكوا. ايوه بس شكلك كده ما خدتش الحبايه بتاعت النهارده. لا لا، باخده باخده يا دكتور، المبررات اديتوني حتى سالها. طب بعد اذنك بقى يا استاذه روي، احنا لازم يسيبه عشان يستريح شويه. اه حاضر، انا كده كده كنت ماشيه، بس كنت عايزه اطمن على خيره. خلي بالك من نفسك.
ادخل. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بصي انا حسيت ان احنا في بينا حاجز فقلت لازم اجي واكسر الحاجز ده. لا ابدا يا مدام صوفيا مفيش اي حاجز، يمكن بس انا متوتره اليومين دول عشان المحاكمه قربت. موجود هنا كمان. معلش معلش، ما انا برضو قلت لازم اخلق فرصه واجي نتكلم انا وانتي في شويه حاجات، احنا في بينا حاجات كتير لازم نتفاهم عليها. اكيد تمام. اتفضلي اقعدي. اتفضلي. اهم حاجه يا مدام صوفيا عايزاكي تعرفيها ان انا مفيش اي حاجه وحشه جوايا اتجاهك، يمكن بس لو كان يوسف عايش كانت دي تبقى المشكله ما بيننا. انا برضو بفكر بنفس الطريقه. وكمان انت عارفه الواحد ما بيعرفش يقرب من الناس ازاي، خصوصا في ظروف زي ظروفي ومشاكلي. انا مقدره الظروف اللي انت فيها ومعاكي. غريبه قوي. ليه غريبه؟ يعني انا السبب في ان ولادك يكونوا من غير اب. ما هو انت كمان ابنك بقى من غير اب. هو لو انت ما كنتش اتجوزت خالد كنت هتبقى متسامحه معايا قوي كده دلوقتي؟ خالد؟ ايه علاقة خالد بالموضوع؟ انا التسامح اللي جوايا ناحيتك ملوش اي دخل باي حال من الاحوال بجوازي من خالد او لا. انا اسفه يعني اذا كنت بتكلم في موضوع جانبي، واكيد انت مش جايه تتكلمي معايا في الموضوع ده. انا جايه علشان اقولك انه القرب منك ومن ابنك يهمني. اسمه ساجد مش كده؟ ايوه اسمه ساجد. أنا ولادي ماجد وطارق وليلى. إن شاء الله. أنا يهمني إن الولاد يبقوا متعودين على بعض، لأنه في النهاية هم مش هيكون ليهم غير بعض. أنا مبسوطة أوي إن أنتي بتفكري كده. يعني لو قلتلك ابقي هاتي ساجد يقعد مع الولاد وياخد عليهم مش هترفضي ها؟ لا طبعاً أكيد مش هرفض. طيب كويس. هو ده كان أهم موضوع عايزة أتكلم فيه، عندي كلام تاني بس ممكن نبقى نأجله بعدين. تحت أمرك أي وقت. أنا مش فاهم إيه الفايدة من اللي إحنا بنعمله ده. يا عم اسكت أنت. أنا متأكد إن في حاجة ورا البت دي. إيه ده؟ ماشي. بسرعة. طيب ماشي بسرعة. مبسوط؟ إلا مبسوط. أنا حاسس إن روحي اتردت لي. الحمد لله. طب قول لي هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أنا هقلب الدنيا. ده أنا خلاص. تعاملي مع الناس ومع القضايا هيبقى بشكل مختلف تماما. يا رب يكون للأحسن. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد هيبقى أحسن. أنا الفترة اللي فاتت دي اتعلمت منها حاجات كتير أوي. طب ولا أقول لك بس ما تقطعنيش. قولي. أنت بني آدم مهم أوي يا عماد. أنت بس اللي ساعات بحس إنك مش حاسس بقيمة نفسك يا عمدة. أنت حد مهم جدا. ما بتقعدش مع نفسك، ما بتقدرهاش. يمكن علشان على طول مشغول. هاتي من الآخر، أنت عايز تقولي إيه؟ أنت تستاهل حد كويس أوي يا عماد. وولاء شخصية جميلة وهادية ومحامية زيك، يعني مقدرة طبيعة شغلك. وتفهم قد ايه المكتب ده مهم بالنسبه لك. تقصد اتجوزها؟ ايه تتجوزها؟ بعدين انت ما بقتش صغير لازم تتجوز. ازاي؟ ما بقتش صغير دي.
دي كل حكايه ان انت عايزه تتجوزي وخايفه تسيبيني لوحدي. بصراحه هو عيب يعني اخاف عليك؟ لا حبيبتي بالعكس، انا عارفه ان في لسه حته صغيره من ليلى في قلبك. ميرفت من فضلك انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. لا انا لازم اتكلم في الموضوع ده وانت لازم تسمعني، ولازم تعرف ان ليلى خلاص بمجرد انتهاء المحاكمه هي كمان لازم تنتهي من حياتها. خلاص ماشي 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 يا ميرفت خلاص. عندي كمان طلب اخير. ايه تاني؟ جليل مش عايزاك تكلمه تاني. بنت انت ايه؟ هتحددي خط سيري ولا ايه؟ مش قصدي والله، بس انا بصراحه خايفه عليك. ما تخافيش انا عارف انا بعمل ايه. يلا حضري نفسك عشان نروح الشركه. اتفضلي يلا.